إذا سمعت ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء قراءتي للقرآن هل أقطع القراءة وأصلي عليه أم أنتظر حين تنتهي الآية السيد محمد بن أبو ظبي الإمارات بارك الله فيك لا شك بأن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام عبادة ومظهر من مظاهر الإيمان فالله جل وعلا يقول يا أيوه يقول جل وعلا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد. بالنسبه لقراءه القران اذا كنت خارج الصلاه يعني تقرا في غير صلاه نعم اذا مر عليك اسم النبي عليه الصلاه والسلام تقول صلى الله وسلم ما تنتظر حتى تنتهي من القراءه لانه ثبت عن النبي عليه الصلاه والسلام أنه كان إذا مر بآية رحمة سأل وإذا مر بآية عذاب استعاذ وإذا مر بآية تنزيه سبح وعلى هذا تجري القاعدة إذا مرت بآية فيها ذكر النبي عليه الصلاة والسلام وأنت في غير الصلاة تقرأ قراءة عادية يعني تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم